أما في شخصية الأسبوع بفنانة الفلسطينية الملتزمة ريم بنا التي رحلت عن هذا العالم السبت الماضي بعد صراع طويل مع المرض تاركة وراءها إرثا فنيا كبيرا. الفنانة ريم بنا رثاها الكثيرون واعتبروها أيقونة فلسطين التي ليس لها مثيل، فغنت للقضية وناصرت الإنسانية من خلال أعمالها الفنية المميزة، ولحنت لشعراء خلدهم الوجدان الفلسطيني. نرحب بالزميلة الصحفية في A24 نيوز ريهام عثامنة، مرحبا بك. ريهام، في البداية حدثينا عن بداية هذه الفنانة الفلسطينية المرحومة وعن بداية مسيرتها الفنية. نعم مهند، يعني اولا نبدا هكذا في يعني صباح الفجر السبت الماضي، يعني افاقت الناصره، او دعنا نقول افاق المجتمع النصراوي والمجتمع الفلسطيني والعالم كله على خبر عمليا رحيل الفنانه النصراويه الملتزمه يعني ريم بنا، عمليا بعد صراع طويل مع المرض دام لمده 9 سنوات، ما يقارب 9 سنوات، ولكنه يعني هي انتصرت عليه مرتين ولكنه في النهايه نال منها. تم تشييع جثمانه على انغام النشيد الوطني الفلسطيني أيضا في الناصرة يعني بحضور المئات. ريم رحلت وتركت وراءها عائلتها 3 أولاد وأيضا إرثا ثقافيا فنيا ليس له مثيل. يعني دعنا نبدأ من هي ريم بنا. ريم بنا هي فنانة فلسطينية ملتزمة، ولدت عام 1966، اشتهرت بأغانيها الملتزمة وأيضا اعتبرت يعني رمزا وأيقونة للنضال الفلسطيني. أصيبت بمرض السرطان منذ 9 سنوات كما ذكرت، ويعني أعلنت عن توقفها عن الغناء بسبب لربما إصابتها بالأحبال الصوتية، أيضا التهاب بسبب المرض عام 2016. يعني هي مغنية، أيضا هي ملحنة فلسطينية، كما وأيضا هي موزعة وناشطة فلسطينية، وكما ذكرنا ولدت بمدينة الناصرة، وهي أيضا ابنة الشاعر الفلسطينية زهيرة صباغ. عمليا ريم بنا درست الموسيقى والغناء في معهد العالي للموسيقى في موسكو، وتخرجت عام 1991 بعد يعني دراسة دامت 6 سنوات. هي درست الغناء ودرست أيضا قيادة المجموعات الموسيقية، لها عدة ألبومات موسيقية تأخذ الطابع الوطني أكثر، وأيضا لها عدة ألبومات أطفال، وشاركت في العديد من الاحتفاليات ونشاطات عالمية لنصرة حقوق الإنسان، وأيضا يعني أسلوبها الموسيقي يتميز بالتهاليل التراثية الفلسطينية مع بعض يعني المدموجة بالموسيقى العصرية. نعم. يعني دعنا نتحدث قليلا أيضا عن حياتها الشخصية. هي تزوجت أيضا من الموسيقي الأوكراني ليونيد أليكسيانكو، ويعني درسا معا، وعام 1991 تم هذا الزواج، ولكنهما للأسف يعني تطلقا في 2010، وهي عاشت آخر أيامها في الناصرة مع أبنائها. نعم. الثلاث. نعم يعني دعنا نتحدث. يعني كيف تداخل، لربما هناك كان صراعان بالنسبة لريم بنا، الصراع الأول صراع مع مرض السرطان، والصراع الثاني دفاع عن القضية الفلسطينية، كيف كانت ريم تتعامل مع هذين الصراعين؟ نعم يعني بداية يعني ريم بنا عرفت بمؤلفاتها الغنائية، هي كانت تغني يعني تؤلف معظم ما تغنيه، وأيضا هو كان فريد من نوعه، ما تغنيه كان فريد من نوعه، كلمات أغنيها مستوحاة، يعني بالرغم يعني هي ناضلت ضد المرض، ناضلت ضد لربما مع القضية، لصالح القضية، والكلمات أغنيها كانت مستوحاة من وجدان الشعب الفلسطيني، ثقافته وتراثه، دائما كانت تحرص على أن تظهر معاناة الشعب الفلسطيني من خلال لربما أيضا معاناتها. هي أيضا ريم بنا أيضا لحنت لشعراء فلسطينيين كما ذكرت، لتوفيق زياد، محمود درويش، سميح القاسم، وأيضا لحنت لزهيرة صباغ وهي والدتها. عمليا حتى أن أغاني ريم بنا لعبت دورا هاما جدا في إنتاج العديد من الأفلام، الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية. أيضا ريم بنا كان لها يعني شهرة أوروبية، شاركت في مهرجانات ومثلت فلسطين في مهرجانات عديدة، إيطاليا، النرويج، البرتغال، وأيضا رومانيا، الدنمارك، المغرب، وأيضا غنت في غزة، وشاركت أيضا في قدمت عديد من الحفلات في سوريا وبيروت وتونس.
يعني دعنا نتطرق إلى حالتها الصحية. في السنوات الأخيرة ريم بنا تدهورت حالتها الصحية، يعني هي تغلبت على المرض مرتين كما ذكرت، ولكن للأسف في النهاية يعني تدهورت حالتها الصحية. كان هنالك التهاب في الأحبال الشوكية، توقفت عن الغناء في عام 2016 وأجرت عملية في ألمانيا. العملية عمليا نجحت، وطلب منها الأطباء أن تتمرن يعني على يعني تعيد التمرينات لتحسين صوتها تدريجيا، ولكن جسدها لم يسعفها في ذلك، وبالتالي اضطرت للسفر للعلاج في مستشفيات في الداخل. يعني هي تعتبر أيضا من أشهر النساء المؤثرات على مستوى الوطن العربي، نظرا يعني لرحلتها الطويلة مع المرض. الحديث يطول ربما عن ريم بنا، ولكن لضيق الوقت نعتذر الرحمة كل الرحمة على هذه الفنانة الفلسطينية الملتزمة. ريهام أثامنة، شكرا جزيلا لك على نقل شخصية الأسبوع لهذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مدار الأسبوع. نشكر لكم حسن المشاهدة، إلى اللقاء في حلقة قادمة الأسبوع المقبل بإذن الله.